بسم الله الرحمن الرحيم. كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. أهلا بكم في الحلقة الخامسة من سلسلة المعلومة الإجرائية، والتي نواصل فيها الحديث عن شطب الدعوة الذي بدأناه في الحلقة الثالثة، حيث عرفنا الشطب بأنه استبعاد الدعوة من رول الجلسات المتداولة أمام المحكمة، وأن الشطب جزاء يوقع على المدعي المهمل في حالة غيابه هو والمدعى عليه، وكانت الدعوة غير صالحة للفصل فيها. واليوم نكمل ما بدأناه ونتحدث عن تعجيل الدعوة من الشطب، أو تجديدها من الشطب كما يطلق عليها عملا، والذي سنتناوله من خلال العناصر التالية: معنى التعجيل من الشطب، من له حق التعجيل من الشطب، ميعاد التعجيل من الشطب، كيفية التعجيل من الشطب. بداية، تعجيل أو تجديد الدعوة من الشطب معناه ببساطة طلب إعادة الدعوة لرول الجلسات المتداولة أمام المحكمة، وتحديد جلسة لنظرها مرة أخرى، وإعلان الخصم بتلك الجلسة. فالشطب معناه الاستبعاد من رول الجلسات ووقف السير في الدعوة، ولا يمكن على الإطلاق أن تعاد الدعوة للرول مرة أخرى إلا بناء على طلب أحد الخصوم. هذا الطلب هو التعجيل أو التجديد من الشطب. فمن له حق التعجيل من الشطب؟ يقدم طلب التعجيل من الشطب عادة من المدعي، فهو صاحب الدعوة ورافعها، وهو الحريص على سيرها والدفع بها إلى الأمام. ومع ذلك يجوز أن يقدم هذا الطلب، طلب التعجيل من الشطب، من المدعى عليه. وغالبا ما يحدث هذا في الاستئناف، فالمدعى عليه في الاستئناف يكون له مصلحة في السير في الاستئناف وسرعة الفصل فيه، وبذلك يكون للمدعى عليه دائما حق التعجيل من الشطب شأنه شأن المدعي بلا خلاف، وللمتدخل هجوميا تعجيل الدعوة من الشطب بلا خلاف. أما المتدخل انضماميا فيأخذ مركز الخصم الذي انضم إليه، بمعنى أن المتدخل انضماميا هو ذلك الشخص من الغير الذي انضم لأحد طرفي الخصومة لمساندته في دفاعه، وليس له طلبات خاصة به. فإذا انضم للمدعي أخذ مركز المدعي، وإذا انضم للمدعى عليه أخذ مركز المدعى عليه. والقاعدة في الخصم الانضمامي أنه لا يجوز له القيام بأي تصرف إجرائي يضر بمصلحة من انضم إليه. وبناء عليه، إذا كان المتدخل انضماميا منضما للمدعي فيجوز له التعجيل من الشطب، لأن هذا الإجراء في صالح المدعي. أما إذا كان المتدخل انضماميا منضما للمدعى عليه فلا يجوز له التعجيل من الشطب، لأن شطب الدعوة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه، وتعجيل الدعوة من الشطب قد يضر بمصلحته، فلا يجوز لمن انضم إليه القيام به. ماذا عن الخصم الشكلي؟ من هو الخصم الشكلي؟ الخصم الشكلي هو الخصم الذي لا توجه له أي طلبات في الدعوة، وإنما يختصم في الدعوة ليصدر الحكم في مواجهته أو ليقدم مستند تحت يده. فمثل هذا الخصم لا يجوز له تعجيل الدعوة من الشطب لانتفاء مصلحته في القيام بهذا الإجراء، فليس له أي مصلحة في سير الخصومة مرة أخرى. ماذا عن الحالة التي يتعدد فيها المدعين؟ هل يلزم أن يقوموا جميعا بتعجيل الدعوة من الشطب؟ هذه المسألة محل خلاف، ولكن الراجع عندي أنه يكفي أن يتم التعجيل من أحد المدعين، ولا يجوز اعتبار الخصومة كأن لم تكن بالنسبة لمن لم يعجل من المدعين، لأن هذا الإجراء مفيد بالنسبة للمدعين، فيكفي أن يقوم به أحدهم نيابة عنهم ويستفيد منه الجميع. ميعاد التعجيل من الشطب: المشرع جعل مدة الشطب 60 يوماً، فإذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال هذه المدة كان الجزاء المترتب على ذلك اعتبار الدعوة كأن لم تكن. فالتعجيل من الشطب لابد وأن يتم خلال 60 يوما من تاريخ قرار الشطب، وإذا توفى المدعي بعد شطب الدعوة وقبل انتهاء 60 يوما يقف ميعاد التعجيل من الشطب،
ولا يستأنف سيره مرة أخرى إلا بعد قيام المدعى عليه بإعلان ورثة المدعي بقيام الخصومة. فإذا توفى المدعي في اليوم 20 بعد قرار الشطب، يقف الميعاد عند هذا اليوم، ويجب على المدعى عليه إعلان ورثة المدعي بقيام الخصومة، وبمجرد هذا الإعلان يستأنف ميعاد التعجيل من الشطب سيره مرة أخرى من اليوم 21 ويستكمل مدته. كما يقف هذا الميعاد أيضا، وهو ميعاد التعجيل من الشطب، بالقوة القاهرة التي تحول بين الخصم وبين التجديد من الشطب في ميعاده، وتجعل القيام بهذا الإجراء مستحيلا كوقف المحاكم بالوقف العمل بالمحاكم بسبب الوباء أو ثورة. ونؤكد لحضراتكم أن محكمة النقض لم تعتبر المرض من القوة القاهرة التي يقف بها ميعاد التعجيل من الشطب. وإذا صادف آخر يوم من هذا الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل، فلو صادف آخر يوم يوم جمعة امتد الميعاد ليوم سبت، ويضاف إلى هذا الميعاد مواعيد المسافة المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون المرافعات. كيفية التعجيل: يتم تعجيل الدعوة من الشطب بإجراءين أساسيين. الإجراء الأول تحديد جلسة لنظر الدعوة حتى تعاد الدعوة لرور الجلسات مرة أخرى، فالدعوة تظل مشطوبة حتى يبدي أحد الخصوم رغبته في تحريكها، وذلك بطلب تحديد جلسة لنظرها. الإجراء الثاني إعلان الخصم بالجلسة إعلانا صحيحا خلال 60 يوما، فمجرد تحديد جلسة لنظر الدعوة لا يكفي لتعجيل الدعوة من الشطب، وإنما يلزم إعلان الخصم بميعاد الجلسة إعلانا صحيحا، ويشترط في هذا الإعلان أن يتم عن طريق المحضرين، ولا يلزم توقيع محامي على صحيفة التجديد من الشطب. وفي حالة توقيع محامي على صحيفة التجديد من الشطب لا يلزم أن يكون قد صدر له توكيل من صاحب الشأن، ويجب أن يتم إعلان الخصم إعلانا صحيحا بصحيفة التجديد. فإذا كان الإعلان باطلا فلا ينتج أي أثر في تعجيل الدعوة من الشطب، ويجب أن يتم هذا الإعلان خلال 60 يوما. والمقصود بهذا ليس تسليم الإعلان للمحضرين خلال 60 يوما، وإنما إعلان الخصم بالفعل خلال 60 يوما. وقد يقول قائل أن نص المادة 82 مرافعات لم تتضمن ما يفيد هذا، ونقول أن هناك قاعدة عامة صاغها المشرح في نص المادة 5 من قانون المرافعات، التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله. وبالتالي كقاعدة عامة، أي إجراء لا يحصل إلا بإعلان وأوجب القانون حصوله في ميعاد معين، لا بد وأن يتم الإعلان خلال الميعاد كالتعجيل من الشطب ومن الوقف بأنواعه. ويثور التساؤل في الحالة التي تشطب فيها الدعوة في الجلسة الأولى، وقام المدعي بالتعجيل وأعلن المدعى عليه بصحيفة التجديد ولم يحضر المدعى عليه، هل يغني إعلان التجديد من الشطب عن إعادة إعلان المدعى عليه؟ أكدت محكمة النقض أن إعلان التجديد من الشطب لا يغني عن إعادة الإعلان إلا إذا تضمن إعلان التجديد كافة بيانات صحيفة الدعوة، حينئذ يعتبر الإعلان بالتجديد بمثابة إعادة إعلان. هل يغني عن الإعلان بالتجديد خلال ميعاد 60 يوما حضور المدعى عليه بجلسة التجديد، على أساس أن الغرض من الإعلان بصحيفة التجديد هو إعلامه بتاريخ الجلسة، أما وأنه قد حضر فإن حضوره قد حقق الغاية من الإجراء؟ ونقول أن حضور المدعى عليه جلسة التجديد من الشطب دون إعلانه في الميعاد لا يمنعه على الإطلاق من الدفع باعتبار الدعوة كأن لم تكن. فمحكمة النقض قررت أن مجرد فوات 60 يوما دون إعلان يقطع بفوات الغاية من الإجراء. وهكذا نكون قد انتهينا من التجديد من الشطب، ولم يتبقى لنا سوى اعتبار الدعوة كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال 60 يوما أو لشطبها للمرة الثانية. وسنبدأ بإذن الله وعونه في الحلقات القادمة في الحديث عن جزاء اعتبار الدعوة كأن لم تكن وحالاته،
على أن نعرض في الحلقة القادمة حالة اعتبار الدعوة كأن لم تكن المتعلقة بشطب الدعوة، حتى نكمل بها الحديث عن الشطب. وحتى هذا الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. كان معكم زميلكم عادل رحاب المحامي.